والآن وبعد أن اعترف اتحاد مصارعي الفضاء بالهزيمة على لسان رئيسه، فإن مهمتي كالنمر المقنع قد انتهت. سأنزع قناعي الآن. ها؟ يا لها من مفاجأة مثيرة، سنعرف أخيرا من هو النمر المقنع. الصحفي تامر؟ صحفي فاشل وكسول، قل لي ماذا يفعل على الحلبة؟ تحملتك كثيرا يا غبي، النمر هو نفسه تامر. ماذا؟ سيداتي وسادتي، إن النمر المقنع هو الصحفي اللامع تامر الذي يعمل في صحيفة الملاعب.